السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة صوابع البطاطس الهندية المقرمشة بطريقة سهلة وبسيطة خالص. معايا 5 حبات بطاطس مسلوقة وبقدونس مقطع، هي المفروض بتتعمل بورق الكاري بس هو مش متوفر في مصر، ومية و5 معالق سميد ناعم اللي هو بتاع البسبوسة. كل حبة بطاطس ليها معلقة سميد ومعلقة مية، ومعايا 1 معلقة زيت نباتي، ومعلقة ملح، 1 معلقة فلفل أسمر، 1 معلقة كمون، 1 معلقة كزبرة ناشفة. هنجيب طاسة هنحط فيها المية وعليها الزيت، ونحطها على البوتاجاز تغلي. بس المية غليت بالزيت، هنزل بالسميد عليها. نقلبها دقيقتين بس. ده بقى شكلها، هرفعها من على النار. بعدين معايا البطاطس، هجيب بولة هفضيها فيها، بالهراسة، وهبتدي اهرس البطاطس. ده شكلها بعد ما تهرس. هجيب السميد وانزل عليه، انزل بالبقدونس، البهارات، واقلبهم في بعض كويس. ده شكلها بعد ما تهرس. هجيب طبق وابتدي اشكلها صوابع. الشكل ده كده شكلها بعد ما شكلتها كلها صوابع. هتحطيها في التلاجة 1/4 ساعة او في الفريزر علشان تمسك نفسها، بس ما تفكش منك في الزيت وانت بتقليها. بعد ما خرجتها من الفريزر نضفتها بالدقيق، هقليها في الزيت. وده شكلها بعد ما قليتها. ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.